حول هذا الموضوع ينضم إلينا بلال أبو صلاح مراسلنا في ريف دمشق. مرحبا بك بلال. لو تطلعنا على تطورات الوضع الميداني فيما يتعلق بتقدم جيش الإسلام على محور حوش الظواهر، ما هي أهميته الاستراتيجية؟ نعم، تحية لك مؤمن والجميع المشاهدين. اليوم جيش الإسلام يعلن عن تحرير معمل الألبان بالإضافة إلى الكتلة المجاورة لهذا المعمل، بالإضافة إلى كتلة سكنية أيضا في جبهة حوش الظواهرة بعد معارك خاضها ضد قوات النظام في هذه الجبهة. اليوم طبعا النظام حاول إيقاف هذا التقدم بوابل من بقذائف المدفعية وصواريخ الأرض أرض التي استهدفت نقاط المقاتلين التي انطلق منها جيش الإسلام في هذه المعركة، بالإضافة إلى معركة أيضا تزامنت مع هذه المعركة في جبهة بساتين حني برزة الدمشقي، حيث تم تحرير كتلة مباني كاملة على جبهة الوسائل، وأعلن جيش الإسلام عن مقتل أكثر من 35 عنصر لقوات النظام. طبعا كما جرى في تلك الجبهة، حيث حاول النظام ردع المقاتلين من التقدم بقصف نقاط المقاتلين بصواريخ الأرض أرض، قصف عنيف جدا جنوني تعرضت له نقاط المقاتلين اليوم في جبهة بساتين، بالإضافة إلى غارات من الطيران الحربي أيضا استهدفت نقاط المقاتلين في محاولة النظام لإيقاف المقاتلين عن التقدم في كلتا الجبهتين. نعم بلال، هل من جديد حول التطورات في القلمون الشرقي؟ نعم، قوات النظام تحاول التقدم على أطراف البادية السورية من جهة القلمون الشرقي، حيث دارت اشتباكات بينهم وبين المقاتلين في القلمون الشرقي بعد سيطرتهم عليه وتحريره من تنظيم داعش. شكرا جزيلا لك بلال أبو صلاح مراسل قناة دار الإيمان في ريف دمشق.